صحة إلا ببطاقة الرقم القومي أقيده، يعني لأنه يعني ما يبقاش في صفحة يعني إلا بطاقة الرقم القومي، بالتالي أنا أيدت سن 18 بهذا الشكل تمام. يعني بالإضافة لفيسبوك ماس. بس خلينا في النقطة الأولى، يعني بقول لك سن 18 لأن ده سن الاندفاع والتهور. هو بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. قبل ما نتكلم بس عايز نوضح في بداية الحلقة إن أي نقد موجه للمشروع ليس موجه لأشخاص النواب على دماغي من فوق، وإنما موجه للعمل اللي موجود. أنا كمواطن مصري وليس كدكتور قانون كنت بنأى عن نواب مجلس الشعب التقدم بمثل هذا القانون، فلم يصل الشعب المصري لمرحلة الرفاهية إن كل شيء عندي بقى موجود وبقينا نتكلم في الفيسبوك. أنا كنت حابب النهاردة أقعد أناقش ارتفاع الأسعار، غلاء البنزين، قانون الإدارة المحلية، قانون البناء الموحد، قانون الإيجار، الحاجات دي ما صدرتش ليه. ما هو شايف هو فهل احنا وصلنا لمرحلة شايف ده بيهدد الأمن القومي؟ هتظهر وقانون الإيجارات بالذات هيبقى فيه تجديد على راحة الإمارات هتيجي هنا وتنفصل. أنا بقيت واحدة بس عشان لو قانون الإيجارات إن أنا بقيت أتكلم موضوع تاني خالص. أنا أول مرة أخلص كلامي بعد إذنكم. في مكان واحد مع الدكتور أحمد. طيب خلينا مش قانون إيجارات ولا مش موضوعنا يعني. ما تقولش هيصدر لأنه مش هيصدر. خلينا في الموضوع، هل دي قيود؟ لا لا إن شاء الله مش هيصدر. خلينا في الموضوع، مش هيصدر مخالف للدستور والأحكام الدستورية، لأن في أحكام دستورية بتحكم هذه الدولة. كده يا جماعه احنا بنطلع من الموضوع، يعني بنناقش دلوقتي قانون الايجارات ونهي القانون عشان نرجع. خلينا نرجع بس اول مره اقعد انا والدكتور احمد في مكان نبقى مش عايز اشعب بس يعني. كده ضيعنا وقت بس لو سمحت تمام تمام. ده كان استقطاع بس. انا كنت حابب ان احنا نتكلم في امر يهم الشعب. خلاص ما احنا قلنا ده بقى ندخل بقى في الموضوع نفسه. تمام. الامر اللي ما يهمش ده هو خلاص عامل بيه مشروع قانون شايف ان ده يؤذي الامن القومي. تمام. ويؤذي قيم المجتمع وعايز يلاقي له حل. هل احنا بنتقدم ولا بنتاخر؟ هل احنا امام حريه تداول المعلومات ولا بنرجع لورا؟ هل احنا بنعيد سياسه تكتيم الافو والدوله البوليسيه وفرض الامن في كل شيء، ولا احنا بندي الحريه زي ما الدستور قال؟ انا عندي يا فندم الدستور عشان سياده النائب ابتدى بالدستور، فانا عايز ابتدي بالدستور. الماده 92 من الدستور بتنص الحقوق والحريات اللصيقه بشخص المواطن لا تقبل تعطيلا ولا انتقاصا، ولا يجوز لاي قانون ينظم ممارسه الحقوق والحريات ان يقيدها بما يمس اصلها وجوهرها. انا النهارده لما بفتح صفحه انت حر فيما لا تضر، لابد من الحريات كلها ضوابط. ايه وجه الضرر يا سياده اللواء؟ يا نهار اسود. ايوه انا عايز نهار اسود. انا عايز نهار اسود يا راجل. انا عايز نهار اسود. دي وجه الضرر في ايه؟ تمام. وجه الضرر في ان النهارده مجتمع السوشيال ميديا عموما بقى مجتمع انفلات اخلاقي. تمام. لا عقوبه ولا يعد اي شيء فيها جريمه. يبقى نعمل ايه؟ يعني السب والقصف امنع ليس جريمه. امنع يا سياده اللواء ولا اعمل الاخلاق؟ احط لا استاذنك انا يعني عندي مش سكينه. رب الناس. طب اشتري بحد. انا معايا سكينه. اتفضل. السكينه دي ممكن اقطع بيها تفاحه يا فندم. احنا ممكن اقطع بيها حبل وممكن اقتل بيها واحد. تمام. الحل ان امنع السكينه؟ الحل ان انا احط قانون ولا انا ازرع الاخلاق وازرع الدين اللي مؤخرا وزير التعليم ربنا يبارك له لغى ماده الدين خالص واستبدلها بماده التربيه الاخلاقيه وسط ترحيب شديد. دكتور احمد استاذنك يا استاذ وائل، بعد اذنك يا سياده اللواء. بعد اذن حضرتك اتفضل. بس البدايه دخلت حضرتك مع احترام شديد لحضرتك الهجوم على البرلمان. الهجوم على البرلمان بان تخاذلنا في قانون الايجارات وقانون لا انا لا مصدر حضرتك بس حضرتك احنا خلينا نبقى متفقين. انا احترمت حضرتك من البدايه ان النقد لجوهر القانون وليس لاصحاب القانون. تمام. يبقى يجب ان احنا نلتزم بموضوع القانون اللي احنا جينا نناقشه النهارده وما ندخلش في اماكن ثانيه. دي حاجه. دي حاجه. انا لما الحاجه التانيه بعد اذن حضرتك بس خلاص انت بتقول بس انت بتقول خلاص يا جماعه بعد اذن حضرتك. والله ولا حصه الدين بتعمل اخلاق. وانت عارف حصه الدين في المدارس كانوا يتم التعامل معها لانها حصه شكليه. انا اقصد اقول حاجه، مش هي دي اللي بتربي. انت ايه اللي مستفيده حضرتك من التعتيم او من الانفلات الاخلاقي اللي انت شايفه النهارده على صفحات السوشيال ميديا؟ طب وليه النهارده انت حضرتك ان جميع المشاكل حضرتك مستخدم صفحات الفيسبوك بقالك كام سنه؟ حوالي 9 سنين من 2010. 9 سنين مظبوط. تمام. وداخل بصفحتك الاساسيه الرسميه. تمام. في تدخل حكومي او تدخل امني ده دخل في صفحه حضرتك؟ لا. ليه؟ لانك انت عارف اللي ليك واللي عليك تجاه الدوله وتجاه الاشخاص. طيب انا النهارده لما باجي اتكلم في موضوع القانون ده لا يحارب الا المنفلتين واللي هم مش عارفين مصلحتهم. ما انا عندي مواد يا بسام بيه بتحارب الناس دي. لا انا عايز اقول لحضرتك الحاجه. انت ليه عايز اقول لحضرتك الحاجه؟ خلص كلام بعدين. انا حضرتك باصص على نص كوبايه فاضي. لا مش قصه ليه ما بتقوليش ان الفيس النهارده لما بتبقى فيه ما هو نص كوبايه الفاضي ده هو ممكن يضر النص المليان. انا بعالجه بالفيس.
مين؟ كم قضية النهاردة حصلت بسببها الفيس؟ كتير جدا. حلو، ما بكلمش على سيء، لا ده انا بتكلم على الظاهرة، زي تعذيب الأيتام توصلوا لها ازاي وزير التضامن الاجتماعي؟ وانت واحد صور مقطع. لا لا لا. طب انا هقول لحضرتك يا زوائي، هو يعني هو بيقول لك انه ليس هو ليس كله ليس كله هو لو في مشكله هو حضرتك يا زوائي لو في مشكله لو في مشكله بالفعل وعرضتها على الفيسبوك وحاجه مصلحه عامه بتستفيد منها الناس، ايه المشكله لما انت تعرضها على الصفحه الخاصه بتاعتك كمصر؟ ايه المشكله؟ ايه المشكله ان انت تعرض تستعرض كل مشاكلك؟ ايه المشكله؟ انا بكلم حضرتك، انا عايز افهم المشاكل، حريه تداول المعلومه والانفتاح على الدول، وحضرتك بتقول له اقفل عليك، هنعمل زي كده؟ لا انا مش قافل عليك، مين اللي قال لك ان انا قافل عليك؟ يعني هو هي الصين دلوقتي، الصين دلوقتي لما عملت صفحه خاصه بيها للبيزنس اللي انت بتقول عليها مش شغاله دلوقتي، بقت اتخدمت عن مصر اكتر من 10 15 مره، رغم ان هي بدات مش قصه صفحه الفيس، قصه ان انت بتقول ان احنا دلوقتي ان انت تكميم الافواه والكلام من ده. هو الصين النهارده حد فيها يقدر يطلع يقول ان انت كممت افواهنا بالصفحه الجديده اللي هي اتعملت؟ لا ما الصفحه الجديده اللي ساعدت تنميه البلد، يعني الافواه مكممه فعلا. لا لا، فين؟ في الصين؟ في الصين ولا في مصر؟ لا في الصين. لا 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 لا، مصر لا 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 هو بيتكلم طبعا، بيقول لك ان الصين قوه اقتصاديه كبيره جدا، كبيره جدا وبتزداد كل يوم، ومع ذلك ما حدش قال، ما حدش اتكلم، مش معنى نتكلم القوه الاقتصاديه وائل بيشي والحرية السياسية وحرية إبداء الرأي شيء تاني. من يتمسك بالصفحات الوهمية والإضرار بالأمن القومي ما بيحبش مصلحة البلد. فين الأمن القومي؟ هو ده الأمن القومي يا باشا، من عندي مواد قانون العقوبات من الظلم حفاظ الأمن القومي. يا 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 دكتور، يا دكتور خلينا خلينا عشان ثبت سيد لوعي سؤال بس بسرعة عشان أسمع الشيء بعد كده. يا جماعة ادونا فرصة عشان الناس تسمعنا بس، اتفضل اتفضل، خلينا دايما اللي بيتكلم الطرف الثاني يسمع، لأن فيه ناس بتقيم ده وهتاخد قرار هل هو مع أو ضد. تمام. أولا اللي بيعمله سيادة النائب المشروع ده أنا منضم فيه قلبا وقالبا، وهيبقى عليه تحفظات ما بين أو لا، أو في 600 نائب غيرنا هيقولوا كلام ما بين أو لا. تمام. ولولا أن الحكومة تدخلت بأنها عملت قانون الجريمة الإلكترونية كان يصح أن قانون الجريمة الإلكترونية المصرية اللي قدمته الحكومة يكون فيه هذه المواد اللي قالها سيادة النائب، وبناء عليه لما يكون في خطر امن قومي لدوله بتحارب الارهاب علينا ان احنا نحافظ على هذا الكيان المصري ونحافظ على الدوله دي من الاختراق من الخارج والداخل. احنا ناس عندنا جيوش الكترونيه ليل ونهار قاعده تحارب الدوله المصريه، ليل ونهار قاعده تحارب وتحبط وتعمل اثاره فتنه ما بين اقباط ومسلمين، ما بين مؤسسات الدوله وبين الشعب المصري. هذا الكيان في حاله انفلات، في عندنا بنات، هذه البنات تعرضت لاشد يعني انواع الابتزاز والتشهير والسب والقصف من خلال هذا الفيس، وما زال لا يوجد قانون. هكمل لحضرتك، لا يوجد قانون رادع لسببين. اول سبب صعوبه الوصول للاي دي بتاع ميلال كده يا فندم، صعوبه الوصول ده مفيش يا باشا، الكلام ده الصفحات الوهميه صعب جدا الاي دي يا فندم، بيجيب لك رقم جهاز الكمبيوتر بالموقع اللي حضرتك فيه، ملوش دعوه بالصفحه. امال بيتم القبض على الناس ازاي يا سعاده الباشا؟ اولا سهوله الموضوع ده عشان توصل للصفحه دي بتوصلها بحاجتين، ده فنيا بقى انا بكلمك راجل فني ضابط شرطه قبل ما ابقى نائب، فنيات حاجتين اتنين، اما ان يكون عامله برقم الموبايل اللي بخاطب الشركه واجيب منها بياناته، وقد يكون رقم الموبايل ده مش بتاعه او الاسم الصحيح بالظبط. رقم اتنين ان انا اوصل له وهو فاتح، يعني ممكن يعمل الجريمه ويقفل ويرمي، ما اعرفش اوصل له نهائيا لو ارتكب الجريمه ورمى. اللي انا عايز اقوله، طب انت لما هتعمل اقل من 18 سنه وبالبطاقه هتعرف تجيبه؟ طبعا استاذنك. ازاي؟ بص بقى، بحته تايتل الرقم، بدايه الرقم القومي لو سمحت، ما بتحددش انت فين، اذا حدد عليك. بص طب انا عايز حد يخلص عشان انا بس حاضر. عندي ايه يعني في حته الرقم القومي دي؟ انا بقول لك ان ده مقترح من سياده النائب. تمام. قد يلاقي في تعديل، ممكن يلاقي قبول او تعديل، ولكن عايز بس ما عديش نقطه مهمه جدا، ان الدكتور قال ان في قانون عام، في فرق ما بين القانون العام والقانون الخاص. القانون العام هو القانون العقوبات العادي، القانون العام بياخذ به القاضي بالقياس، لابد في مجتمع السوشيال ميديا في الجريمه الالكترونيه ان يكون فيه قانون خاص ينظم حياه السوشيال ميديا الفيس وغيره. يا سياده اللواء انا معايا قانون بينظم الحاله، اذا انا في غنى عن القانون الخاص. يا فندم ما يتخذ بيه القاضي. طيب. النهارده عايز يقول له ان النهارده اللي سب والقذف على جرائم الانترنت فلان، على صفحات النت فلان، فلان الفلاني، وعقوبته والهويه والعنوان كذا، ما اسمحش للقاضي. اولا انت ما عندكش نيابه مختصه بالجريمه الالكترونيه الى وقتنا هذا، ما عندكش قانون القاضي بيحكم بيه الى وقتنا هذا، طبعا بعد قانون الجريمه الالكترونيه قد يكون ذلك. ولكن اللي بيعمله سياده النائب واللي هتوافق فيه احمد رفعت ونواب كتير، قد نقوم نختلف ونتفق ونعدل بعض الامور، ولكن الهدف منها حاجه مهمه جدا. اول حاجه انضباط الفيسبوك، ثانيا اعرف اوصل لمرتكب الجريمه وتقليل الجريمه بالظبط. طيب. احط بنتي وبنتك انها لما تدخل على السوشيال ميديا تبقى في امان.
طيب اتفضل يا فندم. دكتور احمد نعمل ايه في استاذ شريف نعمل ايه في المشكله؟ خلينا بس الاول عشان الموضوع ما يتشعبش يعني ناخد سن 18. هو مركز على نقطتين في غايه الاهميه، يعني بيقول سن 18 تحت سن 18 لا لازم اعمل له قيود وما ينفعش يفتح صفحات كده في على الاطلاق، وهيقيد ده ببطاقه الرقم القومي. تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا انا يعني بتشرف بوجودي معاكم في هذه النخبه الطيبه. انا عايز اقول حاجه بس بدايه كده اول الكلام، يعني هذا مقترح، يعني معلش انا اسف، انا احنا بننتقد، قلنا مش اشخاص، بننتقد المهنه، قول احنا بننتقد التشريع، حضرتك نائب تشريع، وانا قريت لحضرتك تصريحات كتير، وحضرتك نائب دايره نابارو طلقة، ودي دايره يعني مليانه حاجات كتير بفضل نابارو يعني بفضل يعني انت عايز تشتغل شغل جامد يا فندم، مش عايز ما عندكش وقت اصلا انك تقعد قدامي القعده دي. بفضل الله شغالين شغل جميل. ده رقم واحد. رقم اتنين، ده يعني ده مقترح معلش يعني هو لاثاره ودغدغه مشاعر الناس اكثر منه هو مفيد للمجتمع. اللي حضرتك بتقوله ده كله، اولا احنا اقسمنا تحت قبة البرلمان على احترام الدستور والقانون. لحضرتك بتقوله ده، المقترح بتاعك ده بيخالف خمس مواد من مواد الدستور، المادة 54 والمادة 57 والمادة 65 والمادة 70 والمادة 71. مش اقراهم لك كلهم يعني عن الحريات والحريات والتفكير. هو بيقول لك انا ما بقيدش. ما انا مش بقول له انك بتقول، انت حضرتك مش تعرف تقيد، انت بتستشهد بالصين. الصين دي يا فندم دولة الحزب الواحد، ما فيهاش حريات. الصين يا فندم لما خرجوا بثوره اتضربوا بدبابات، اتداس عليهم بالدبابات في الميدان، بتقارن بمين؟ ده قياس فاسد. ما ينفعش حضرتك انت لا ده مش الصين ما فيهاش حريات يا فندم، الصين فيها حريات. ما بيعملش قرار، هو بكلمك انه نجح في انه يعمل وسيله ولا وبعد كده نتفق انه لا ما نجحش. لا ما نجحش، ما نجحش يا فندم. ايه مقياسك انه نجح؟ هو ايه هو يا فندم؟ بس هو يا فندم معلش نتكلم كلام علمي. احنا اقسمنا، احنا اتفقنا، بس دي جزئيه بس نسحبها كده ونفضها بعد اذنك يا وائل. ان هذا القانون دغدغه مشاعر المواطنين. لا انا مصر عليها بعد اذنك، مش بسحبها انا. ده كلام بعد اذن حضرتك. لا ده حقيقي يا فندم. هو فندم هو ده بعد اذن حضرتك بقى، مش بعد اذنك انت يا فندم. معلش انا ما قطعتكش عشان انت بتتكلم، انت لك الحق انك تتكلم اللي ما يحلو ليك. بس الحاجه ليه يا فندم؟ ايه الفايده؟ ايه الافاده منه؟ انا ما سالتش حضرتك ايه الفايده من هذا. دغدغه مشاعر المواطنين، المواطن، انا بتكلم على مقترح القانون. ايه الفايده منه اللي استفدته كمواطن يا استاذ شريف؟ ايه الفايده؟ اصل احنا اصل على فكره على فكره على فكره الفايده هو على فكره جماعه على فكره في مفهوم يا فندم على فكره. انت يمكن سمعت عني قبل ما تيجي تقعد هنا ان اعلى من صوتي مش هتلاقي. ممكن لو احنا علينا صوتنا لبعض لا انت هتسمعني ولا حد هيسمعك. بعد اذن حضرتك لو سمحت، بعد اذن حضرتك لو سمحت، اسمع لو سمحت استاذ شريف. بس في عمليا خليني بس في قاعده بس عايز اقصلها. في قاعده اسمها السلب بعد العطاء. ما ينفعش يا فندم، ما ينفعش تديني حاجه بالشمال وتاخدها باليمين. ما ينفعش تربيني على ان انا النهارده خلاص اعتدت على التواصل الاجتماعي. بص للجانب الايجابي زي ما قال الاستاذ احمد، بص للجانب المثمر من هذا القضيه. عايز تعالج فعل قانون العقوبات، اتكلموا كلام دستوري يا جماعه. انا عايز اقول حاجه، اتكلموا كلام دستوري يا جماعه. استاذ وائل، يا استاذ وائل انا لما طلعت مشروع القانون ده، انا طلعته علشان اقيد حريه المنتظمين. لا انا ما قلتلكش انت، انا بس انا سالت الدكتور. انا بعد اذنك لو سمحت، بعد اذنك لو سمحت، طب انت معلومه، انا كلمت الدكتور، انا كلمت الدكتور احمد بقالك كام سنه تستخدم صفحات التواصل؟ قلت لي 8 سنوات. مظبوط حضرتك، حضرتك استخدمت صفحات التواصل. انت مش عايز تسيبني اديني فرصه ليه؟ بعد اذنك لو سمحت، بس دقيقه واحده، دقيقه واحده، ما انا عايز اوصل لك معلومه عشان تعرف تتكلم معايا. يا استاذ لا كده غلط، اصل هو مش غلط. اسمعني يا جماعه، انا سمعت بتتكلم غلط. اسمعك ازاي غلط يا دكتور احمد؟ يا دكتور احمد انا سالت حضرتك، انت استخدمت صفحات التواصل الاجتماعي من كام سنه؟ قلت لي من 8 سنوات. تمام. قلت لك هل الجهات الامنيه المصريه تعرضت لحضرتك في يوم من الايام او في احد منشوراتك او في احد اعلاناتك او في احد تصريحاتك اللي انت استخدمتها منذ 8 سنوات حتى الان؟ لا. طيب يبقى خلينا نبقى متفقين ان اي مشروع قانون يتم سنه من خلال مجلس النواب او من اي نائب
هيكون ضد المتعديين وليس ضد الملتزمين. يا بسام بيه احنا خلينا نتكلم. انت استاذ شريف، استاذ شريف بقالك كام سنه مستخدم صفحات التواصل الاجتماعي؟ حضرتك مستخدم. مين جه يكمم افواهك؟ مين جه يسكتك؟ حضرتك مستخدم. مين جه قال لك ما تتكلمش؟ مين جه قال لك ما تعملش اعلانات؟ هو انت اللي تعتقد انه لما ثلاثه يتكلموا